السلام عليكم ورحمة الله، معكم شفيق دريكي من منطقة أو دوز اللوطة غمات الشعبة. احنا كنعيش مع الأسرة ديالي في بعض الأحيان في دوار الشعبة جماعة غمات. تنوضح لكم بعض الإكراهات اللي كنعيشوها من طرف عون السلطة كما يعلم الجميع. هاد الناس هادو صورنا واحد يومين هادي على أساس ما عندهم لا بلان لا والو، مشينا عند القايد مشينا عند كيحلوا فينا الشراجم. هادي تسمى البناء العشوائي. هاد البناء العشوائي، هاد السيد هذا كنمشيو عند القايد كنمشيو عند السلطه، حتى شي واحد ما دار معنا حتى شي حاجه. البلاد هكا كيحلوا فينا البيبان راه هما بدون اي وجه سند قانوني، ما عندهم حتى شي حاجه. وحنا كنقولوا من هاد المنبر هذا فهاد المشكل واقع عندنا كما يعلم الجميع. المذكره التي احالها رئيس النيابه العامه للمملكه بالرباط السيد عبد النبوي التي اعطى تعليماته الى جميع المصالح بما فيها وكلاء جلاله الملك نصره الله والباشوات والقيود بخصوص البناء العشوائي من خلال هذه المذكره التي صدرت مطالبه بفتح تحقيق في مجموعه من الخروقات من طرف هذا العون تاع السلطه ومجموعه من المافيا العقار بجماعه غمات، كما لن ننسى المسؤولين الذين لم يحركوا ساكنا ضد هذا العون السلطه، وهذه جريمه تنطلب بها تنطلب بفتح تحقيق شفاف ونزيه. فهاد الناس هادو كيحلوا فينا البيبان بدون وجه حق. هاد الناس هادو تظلموا عنا، كانوا تيخويو عنا الماء بين نسيجوا، حنا ما عندنا حق. الطريق ديالتنا كيحلوا فينا البيبان، ها هما هاد الناس هو راه كيبانوا من هنايا تيديروا الباش. هذا عون سلطه كيدير باش باش يبني. اش بيدير المواطن؟ اش بيدير المواطن؟ انت تشوف هاد الحاله هادي وهذا الشيء بدون اي سند قانوني. ولهذا كنطالبوا جميع المغاربه يشوفوا هذا الشيء، هذا الظلم اللي كنتعرضوا ليه من طرف هذا الشيخ هذا اللي هو عون سلطه، اللي هو كيفاش هذا عون سلطه ما كيعرفش القانون وما كيعرف ما كيعرفش قانون التعمير. القانون اللي نقولوا حنا دابا القانون 66 12 ديال التعمير، اش تيقول في هذه الخروقات هذه؟ كنطالبوا بفتح تحقيق مساعدة العامل، الدريسه اللي كنوجهها لسعادة العامل، كنوجهها لسعادة الوالي، كنوجهها للباشوات كلهم، كنوجهها لوكلاء جلالة الملك. هذه الرساله كنوجهها لجلالة الملك، حيت هاد الناس هادو راه تظلموا علينا بزاف، راه لا اله الا الله محمد رسول الله، هاد الناس هادو راه تعدوا علينا بزاف. هاد السيد عون سلطه هو ومن معه بزاف تاع حنا اصلا المجلس تاعنا تاع الجماعه تاع غمات تهضر معاهم تقول لهم جماعه تاع غمات تقول لك ديها فراس اللي صيفطوك للحبس، اش دخلك شي حاجه للملك؟ الجماعه ديالتنا هاد الناس هادو الخروقات كي كاينه هنايا في هاد الدوار، كي كاينه في جميع الدواوير هنايا، هاد الشباب تاع المنطقه ما كاينش فاش يخدموا، كلهم رحلوهم الاكثريه، ما كاينش شي حاجه اللي يديروها في البلاد هنايا الا هاد الناس تيحاولوا يهجروهم بواحد بواحد، بيديروا كيديرين الاسرائيليين الاخوان ديالنا في فلسطين كي تنعاود نقولها، بيرحلونا تيحاولوا يرحلوا، وهادشي علاش كيضربوا تيفرقوا الخو مع خوه وتيديروا صراعات عائليه الى يصالحوا بنادم تيفرقوهم. هاد المصلحه هادي الناس الجماعه كنعرفها كتجمع تتوحد البلاد، هادو كيفرقوا العباد. هاد الناس هادو اللهم ان هذا منكر، هاد الناس راه ماشي من البحر ماشي معنا حنا، كاين الناس في غمات هما عندهم مشاكل واكراهات. الروطه الاطفال ما كاينش في غمات لحد الان، ترخيص تعرض الاطفال ما كاينش، جمعيات اللي هي تاع المجتمع المدني انت كتشوف ما كاينش المعارضه في المجلس ديالنا حنا تاع جماعه غمات، ما كاينش المعارضه. المعارضه الا كان الصوت تاعها ما مسموعش، ما مسموعش بصفه نهائيه، الحس تاعها ما كاينش. يعني كنعرفوا بانكم كانت شي معارضه، كنت تلقى الحس في الجماعه. الجماعه راه على ما كيبان لي انا مملكه الشخص هو والاهل ديالو ومن معاه صحابه، حتى من الاعانات تاع رمضان اللي كتوصل للفقراء كي تيقول صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله، الاعانات تاع الفقراء. كاين منطقه هنا عندنا الناس اللي دايزه فيهم الصدقه ما كيوصلهم والو، الا كانوا من الموالين للرئيس الجماعه كتجيهم الكفه في رمضان. وهذا الشيء راه باين، ماشي تنقولوا حنا في هذه المنطقه بالضبط، تنقولوا هذه المنطقه كاينه وكاين في بعض المناطق في المغرب. هذا الشيء كنقولوا كنتضامنوا مع المغاربه كلهم اللي عندهم شي تظلم، وكنطالبوا من المغاربه كلهم يتضامنوا معنا. وهذه الرساله كنوجهها لجميع المغاربه. المغاربه هما اللي نقولوا عليهم القاضي اللي بيفصل في هذه القضيه هذه، يتعاونوا معنا من الحيز تاع الظلم ديال هذا السيد. هذا السيد ما عرفش بيخرج من هذا السيد. السيد هنا راه عنده خمسه تاع الدراري باقي صغار كيهددوه بالسجن، عنده خمسه تاع الدراري الصغار، خوه عنده ثلاثه تاع الدراري الصغار. وقت ما دازين الدراري الصغار دابا هذه هي الطريق العمو، هذا الطريق كتجي عندنا ديريكت للدوار، دابا نتبعوها من هنايا كتجي عندنا ديزا من الملك ديالنا. هذا الملك ديزا في هذا الطريق للدار. حنت كتهضر مع ديك كانت ديك الساعه سعاده القائده الاولى، كتهضر معها تقول لك هذيك الطريق بوبليك
الطريق هذيك الطريق تاع العوام تيدوز منها، وهي ما كيدوز منها حد. هذا الطريق هذه اي واحد بيجي بيدوز منها ويشوفها فين كتوصل. كاين الدير فوق منا هنايا فوق الساقيه عندهم الطريق ديالهم من تحت، عندهم الطريق ديالهم دوزنا من الملك ديالهم. هذه طريق خاصه ولا كيحلينا فيها الباب. هذا عون سلطه، هذا خوه، هذا هنا خوه، باه اختو، الدار الملاه ديال عمو. يعني هاد الدوار هذا كلشي بناوه. راه الدار القديمه كتشوفها هي تاع التراب، تاع التراب ها هي، تيوقفوا فوق منها السيما ويطلعوا. تيقول لك هذا راه بناء ماشي عشوائي. الا ما كانش هذا هو البناء العشوائي، بغينا نعرفوا حنايا اشنا هو البناء العشوائي اللي كيجرم عليه القانون المغربي. الا ما كانش هذا، الا كان هذا ماشي عشوائي، كيف يكون هذا العشوائي هذا؟ هاد الناس هادو راه تيكثروا غير تيجمعوا. الا بغى يردوا هنا الحل اللي عندهم هنا، المشكل اللي عندهم هنا هو انه هنايا هاد المنطقه تقول الشعبه جات نازله. تيقول لك باش ما درتي دوزيام تروازيام ما كتبانش من الشانتي، حيت لقيت كيدوز من الشانتي خصو ليه هز راسو ما يبان ليه شي حاجه طالعه، تيبان ليه غير الشجر تيبان ليه. وهاد المنطقه هادي خصبه هاد الشيء ديال العشوائي. هاد الناس هادو بغاو هنا تيبان لهم ماشي ارض فلاحيه. الزيتونه هما راه كاع مات، كانوا تلقينا في رواد الحار، دابا ولا الحمد لله تجبر. ها هما العظام كلهم تاع العواد، ها انتم تشوفوا راه كاع اللي عنده إلمام بالفلاحه تيقول لك الشجر تاع الزيتون ما كيتاحوش ليه الوراق. اللي عنده إلمام بالفلاحه، وزير الفلاحه كان طالبهم كلهم، ها انت تشوفها الزيتون هكا كيطقطق العواد ديالو. هذا راه ماشي زيتون، هذا راه تنقول الحمد لله راه بعدا راه تجبر شي شويه وتتبان فيه الورقه. ها انت تشوف هذا الزيتون كامل. البير عندنا راه هو كاين البير ليها في ديك المنطقه راه هي. وواحد النهار راه كان تحرق، شعلوا فيه العافيه، قال لك حنت الصوت ديالو كيدير مارش باش تسقي انت هاد الزيتونات. انت تشوف حرمونه كانت تحرق، حنت تمشينا عند الدرك الملكي راه الموتور تاع الماء حرقوا لنا هاد الناس هادو. قال لك واش عندك الشهود بالله عليكم المغاربه، واش هادي طريق كتدي لعندنا هنا للبلاد؟ ما كاينش شي دار من ورانا حنايا، هادي هي البلاد تاعتنا، ها دارنا هنايا. تيقول لك واش بيكونوا الشهود؟ من هاد الساعه تلقى اذا كتقول طريق بوبليك خصو يكونوا الشهود، اصلا خصو يكونوا الشهود. هادي راه الطريق ديالنا، راه بحال كنهضروا في وسط دارنا حنايا، تهجم علينا شي واحد في وسط دارنا وتيقول لك واش عندك الشهود؟ خرج انت جيب الشهود، راه لا يعقل. هاد الناس هادو كاين دابا الناس اللي فيهم داك اللي تيكونوا كي تنقولوا حنا واكلين رزق الجماعه ومن خيرات الجماعه، ودوك الفتات اللي كياكلوا هما من تما تيدسونا حنايا، تيقدر يشهد فيك بالزور، يقدر اي شهاده تاع الزور تقدر تكون ما كان كاع بنادم تيشهد فيك، وانت تشوف الدور بعينك تيبان لك الشجر. يلاه شي شويه الواد الحركة كان تيدوز من هنايا وكيدوز على هاد الشجر، انت تشوفها الماء كينزل مع الشعبه وينزل كلشي. هاد الشيء انت يابس، وهاد الشيء كلشي من المخلفات تاع هاد السيد هذا اللي متظلم علينا. هاد السيد اللي هو الشيخ ديال المنطقه ديالنا، اللي هو خصو يمثلنا، ورئيس الجماعه اللي هو خصو يمثلنا حنايا، تيدينا على الهامش. حنا راه ما بقينا، ولينا حنا بحال ما كنسوقوا له هنايا. حنا كيسوقونا هنا على اساس حنا انفصاليين، حنا انفصاليين، حنا ارهابيين، حنا ما كنتخيلوا لهم. وبالاحرى السيد معايا هنا راه عنده 5 تاع الاولاد وتيتزادوا هنايا في هذا التراب هذا، وراقهم عقود الزياد تاعهم ما كيعطيهمش لهم، ما تياخذش الوراق ديالو باش ينزلوا ولادو في الحاله المدنيه. الحاله المدنيه كينزلوهم في فوريكا. إذا كاين شي ظلم شي حيز كثر من هذا راه لا إله إلا الله محمد رسول الله. والحمد لله اللي تيقول لنا سير بعدا تاخذها من يوريكا، وريكا راه تقريبا 12 كيلومتر باش تمشي تاخذ أنت دابا عقود الزياد من الجماعة تاع توريكا وتجيب لولادك الأوراق ديالهم. راه لا إله إلا الله محمد رسول الله. حنا الجماعة تاعتنا قريبة، وهاد الناس اللي بيخدموا معنا ما كيخدموش معنا، كيخدموا معنا الناس. الجماعة في وريكا جماعة ناس ديالها مزيانين، القيادة الله عمرها دار هادشي، تنشكروهم. المنطقة تاعتهم، المنطقة تاعتهم سوقوها أحسن تسويق، السياحة، الناس زينين، مبشورين. كتدخل دابا حنا جينا في طريق وحدة، كتدخل لغمات كتلقاها شناهي هي مهمولة بزاف بزاف بزاف. حتى شي حاجة اللي تقدر تقول مثلا تاع يقدر مثلا أماكن الترفيه تاع الشباب، جرادي، والو ما كاين في غمات. هانتوما الواحد اللي بينزل بيشوف غمات. غمات من اقدم التجمعات السكنيه. الشعبي يوسف الساكن بدوار الشعبه ايتوادوز لوطا قياده غمات والجماعه ديال غمات. اولا كنشكروا الصحافه اللي حضرت معنا لثاني مره في هذا الموضوع من اجل توضيح للمشاهد الكريم اشنو واقع في جماعه غمات من اجرام في البناء العشوائي. اولا وثانيا
هاد الرسالة كنوجهها لصاحب الجلالة الله ينصرو والمغاربة العزاز والمسؤولين اللي كيقوموا بالمهام ديالهم واللي كيعرفوا بقيمة القسم اللي داوه أمام سيدنا الله ينصرو. كما كتشوفوا هاد الشيخ خلال يومين دازو ما كانوش هاد جوج تراجم، ولكن في الاخر حل هاد جوج تراجم عاود ثاني. وانايا اشنو اللي كيبان ليا هو ان هاد البلاد رغم انها راه عزيزه عليا ومركبتي غادي نطلق ليها حتى انا المتروات نستافد ونحسن حتى انا الوضعيه ديالي، ولكن فين كنشوف انايا؟ كنشوف المسؤولين اللي ما احترموش اللي ما كيطبقوش على بحال هاد السيد، ما كيطبقوش عليه القانون ديال التعمير. هاد الناس هنايا حقرونا، وانت عامل صاحب الجلاله، التدخل خصو يكون التدخل ديالك. جينا عندك سعاده العامل وجينا شحال من مره، لكن هذا عون سلطه فوق القانون، شكون اللي كيحميه؟ الله اعلم. مشينا عند ولي الجهه، مشينا عند سعاده الباشا فايتوري، شحال هذا مشينا طرقنا جميع الابواب. حنا الا بيت انا مثلا تقول لك انا اللي بيت نعرف شنو بيت نعرف القانون، واش انا بغيت نمشي نخدم على راسي بغيت نعرف القانون؟ بغيت نقرا القانون خصني تخرجني المحامي. يعني انا راه كاينين هاد الناس اللي تيهضر معاك تقول لك حنا كنخرقوا القانون بالقانون، هاد الناس تيخرقوا القانون بالقانون. الا هاد القضيه كي تيقولوا هما كاينه بان القانون كيتخرق بالقانون، يفهمون هاد القضيه كيفاش يخرقوا القانون بالقانون. حنا قال لك ما دار القانون الا باش يتخرق. هاد الناس هذا خرق سفير للقانون، هذا خرق سفير للقانون. وحنا كنطالبوا بالمحاسبه تاعت اي واحد تورط بحال هاد الشهاده تاع البناء العشوائي، حنا تيجرم عليه القانون المغربي. القانون المغربي تيجرم من البناء العشوائي، وهاد الناس تيبنيو عشوائيين. وحنا اليوم تصورنا واحد ثلاث ايام هادي ما كاين حتى واحد، ما كاينش الشراجم. دابا طلع لي دابا شوف الشراجم، ودابا غادي ندير واحد الصوره من الفوق وتشوفها، هما تيحلوا فينا الشراجم. يلاه كيعمروا لهم دوك تيعمروا لهم دوك الكورنيزات ديالهم، اصلا ما كانوش. يعني ما على فخيل كركبو هاد الناس هادو، تيقول لك ما على فخيل كركبو، سير جري جهدك. حنا راه واحد اللي واقف معنا هو جلاله الملك، هو اللي كنطالبو تنوجه ليه هاد الرساله هادي، بان حنا كان تظلم ديالنا من هاد الشيخ ومن معه. كي تنقول وتنعاود ناكد بان هاد الشيخ هذا واحد الرجل من الاخطبوط تاع الفساد وما فيها العقار في المنطقه. لهذا كنطلب من جميع المغاربه يبارطاجيو ويشوفوا هذا الحيز وهذا الظلم اللي معرض ليه. ما تنساوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.